نعمل ايه بقى ونعلم ولادنا ازاي؟ مدام قالوا له ما جربنا عليك كذبا قط، ومدام هو مشهور ومعروف بالصادق الأمين، فأنا علشان أكون أوصل لطريق ربنا لازم أمشي ورا سيدنا النبي، صلى لأن الله الله عليه سبحانه وسلم. وتعالى قال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم يحببكم الله الله. ويغفر لكم ذنوبكم. صحيح. مدام عايزة أتبع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عشان أوصل لمحبة الله ولطريق ربنا، يبقى لابد أن أنا أعمل خطواته ونهجه، أيوة. نهج الرسول صلى الله صلى عليه الله عليه وسلم. وسلم. ايه نهجه؟ الصدق والامانه. على الاقل الهجره دي هتعلمني صفات واحنا ماشيين مع بعض نطبقها على ارض الواقع. النهارده بلاش كلمه انا بحور، واحنا قلنا الكلام ده كتير، وبلاش كلمه انتوا ما تحبكوهاش، عشان انا بسمعها كتير. دي كدبه بيضه، دي حاجه بسيطه، والله لا كدبه بيضه ولا هي حاجه بسيطه، هي كدبه وكدبه خلاص. فاحنا لو تعلمنا ومشينا على طول بحته ان الصدق منهج حياتي، اولا هبقى من اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم ان انا هوصل بيه لمعيه الله، وبالتالي حالي هيتغير. حالي هيتغير، هتكتب عند ربنا ايه؟ صادق. طالما هتكتب عند ربنا صادق، يبقى ركزي في اللي جايه دي: ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من، نعد ونشوف جايه ازاي، من النبيين، ايوه، والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. مين جه بعد النبيين؟ الشهداء، الصديقين. تخيلوا، والصديقين اللي هم ايه؟ الصديق هو المبالغ في الصدق، بمعنى انه الصديق اكتر او احسن مكانه او افضل بدايه انه جه قبل الشهيد. وهل فعلا سيدنا ابو بكر ما اسموش ابو بكر الصديق، اسمه ابن عبد الله بن ابي الرسول عليه قحافه، الصلاه والسلام اطلقوا عليه؟ أطلقوا عليه الصديق لأنه صدق النبي صلى الله عليه وسلم من وسلم. أول وهلة، وإن كان قد قال ذلك فقد صدق. أول ما قالوا له على إيه؟ الإسراء والمعراج، بيدعي صاحبك أنه قد أسري به ثم عرج به إلى السماء وجاء في ليلة ونحن نتكبد الطريق والإبل، شهر إيابا وشهر عودة، وهو قال إن قال ذلك فقد صدق. ولذلك سمي أبو بكر الصديق. والرسول عليه الصلاة والسلام قال: ما من منكم أحدا دعوته إلا وأو ما، يعني وفكر كلم نفسه كده، إلا أبو بكر هو اللي على طول صدق الرسول. فالصديق هو المبالغ في الصدق. فتخيلوا إن إحنا لو كانت حياتنا ومنهج حياتنا الصدق، وما نخافش إلا الله، حبب فينا ربنا خلقه وربنا يحبنا ويتقبل منا ويخلي حياتنا حلوة. الحياة الحلوة اللي احنا مش حاسينها، مش كل الناس حاسة الحلاوة بتاعت الحياة. صحيح. ناس كتير تقول لك انا زهقانة وزعلانة ومتضايقة ومش عارفة ايه اللي بيحصل لي وليه حياتي كده كلها، ومش عارفة ليه. هو كتير جدا بيبقوا مش عارفين ليه. اول حاجة بنسأل عليها عشان تبقوا عارفين الصلاة، وبعدين نسأل بعد كده علاقتكم بقى مع الله، مراقبة الله سبحانه وتعالى. الصدق موجود، خوف من ربنا موجود، بنخلي ربنا في المقام الأول، بنراقبه في تصرفاتنا. صحيح. بنشوف ده عشان نعرف نكمل حياتنا ازاي تبقى حياتنا حلوة.